يا ربي
يخص العطة الطاهرة
ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. صلوا عليه. وأستجدي وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. صلوا عليه. وأنشر من قصة المولد النبوي هودا حسانا عبقريا. صلوا عليه. ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحنا. صلوا عليه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا عليه. وبعد فقل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. صلوا عليه. ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. صلوا عليه. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه واسمه المغيرة الذي ينتهى
عدم الارتقاء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصي إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرتد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش صلى عليه وإليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلوا عليه ابن مالك ابن ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس صلى عليه وهو أول من أهدى البدن إلى الرحال وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورباه صلى عليه ذكر الله ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى عليه ورفعه إلى الخليل عنه الشارع وأمان
إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى. صلوا عليه. فأعظم كواكبه الدرية. صلوا عليه. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته وأكرم به من نسب طهره الله تعالى. صلوا عليه. طهره الله تعالى أورد الزين العراقي وارده في مورده.
وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى صلوا عليه نقله وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى صلوا عليه. ونودي في وصبا كل صب لوجوب نسيم صبا صلوا عليه. وكسيت الأرض بعد طول جذبها حللا سندسيا صلوا عليه. وأينعت الثمار وأذنى الشجر للجان جنى ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلوا عليه. وقرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلوا عليه.
واحتست العوالم من السور كأس حميا. ولما تم من حمله
أشهر قمرية. وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. صلوا عليه. عذر أمه ليلة مولده ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية. صلوا عليه. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. مرحبا يا نور العينين.
ربنا صل على من يا رسول الله حل في الخير البقاع يا رسول الله واسبر وسلم أن راد في هواه
أسفرت عنه ليلة غراء المساكين ويجلس معهم ويأكل
حمارا بعض البلوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلوا عليه وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى صلوا عليه وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغو ويغتأ من لقيه بالسلام صلوا عليه ويغتأ من لقيه ويطيل الصلاة ويقصر خطب الجمعة صلوا عليه ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه صلوا عليه وها هنا وقف بنا جواب المقال عن الطراد في الحلبة وبلغ طاعن الإملاء في فدافد الله
محمد رسول الله يا عباد الله رجال الله يا هو أغيثنا لأجل الله يا هو وكونوا عوننا بالله يا هو عسى نخضى بفضل الله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو ويا أقطاب ويا أنجاب يا هو ويا سادات يا أحباب يا هو وأنتم يا أولي الألباب يا هو تعالوا وانشروا الله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو سألناكم يا هو وللزلفى رجوناكم يا هو وفي أمر قصدناكم يا هو فشدوا عزمكم بالله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو لا إله إلا الله بسم الله فتحنا الباب يا هو وصلناه مع الأحباب يا هو ودارت بيننا الأحباب يا هو شربناها ببسم الله يا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى يأتي بشارتي ويصفو وقتنا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكشف الحجب عن عيني ورفع العين من بيني وطمس الكيف عن عيني بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالخلق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلِّ